خلاص كلها خلينا لها بقى نروح علاقة للتخسيس. بالحركة. في واحدة بسنت بتسأل، عمليات التكميم ممكن يكون ليها أضرار في المستقبل؟ يا بسنت، في حاجة في الدنيا ملهاش ضرر، في حاجة في الدنيا هنعملها ملهاش ضرر، ولكن يا بسنت حطي كفتين ميزان، السمنة في كفة وأضرار التكميم في كفة، مين اللي يطب؟ ده السمنة دي خطيرة جدا جدا، السمنة مضاعفاتها، اسمعوا كويس، مضاعفات السمنة أقسم بالله العظيم فهرس كتاب أمراض بطن. كل الحاجات الفه... كل حاجة، الركب باظت من السمنة، ذبحة صدرية صحيح، كل حاجة كل حاجة، سكر سمنة، ضغط عالي سمنة، دهون في الدم سمنة، عظم مدغدغ نفسيا كل طبعا نفسيا طبعا الواحد يعني انت حضرتك بتشوف ان عمليات التكميم ضررها اقل مهما كان، اقل بكتير جدا من اضرار السمنة، من السمنة بس ممكن واحد يكون او واحدة مثلا تكون يعني زايدة حاجة بسيطة بس عايزة ايه تزداد جمالا، مش موافقة فتقول لك اهو كده بقى، يعني اذا ما كانش في توحش في السمنة وفي يعني اضرار منها. لا احنا عندنا ارقام اهو، طب نقول كل واحد يجيب ورقة وقلم يطلع حاجة اسمها كتلة الجسم. كتلة الجسم وزني. القصة دي بنساها كل مرة، عايز اكتبها لو نبقى هتسقط يا هنضرب مش عارف 9 18 في 42 يطلع. على فكرة في ناس خدت فكرة عني ان انا ممتحن قاسي جدا، انا اقسم بالله العظيم خالص خالص بالعكس، عشان بس عشان الناس بصعب عليهم بتزنقني جامد قوي. الطالب اللي بيسقط عندي هو اللي مسقط نفسه والله، مش انا. انا بسأل اسئلة عادية جدا جدا وهو اللي بيسقط نفسه، مش ذنب ده ايه. ماشي، فكتلة طيب. الجسم شوف بقى هنقيس ازاي، بسط والمقام ليك معناها راضي والمقام، طولي بالمتر، طولك بالمتر، مضروب يعني نفترض ان راضي مثلا 190، 190 يبقى 1.9، يبقى 1.9 في 1.9 في 1.9 يبقى راضي وزنه فوق 100 كيلو هيتحط 100 و1.9 في 1.9، الارقام دي تقول عن جراحه ولا لا؟ في ارقام لو خطيتها 40 جراحه، لو المعادله دي طلعت اكثر من 40 ده جراحه، ما ينفعش في رجيم. اللي هي انت قلت لي 25 30 ده كويس جدا، 25 ده الرقم بتاعه، 30 ماشي خلي باله، 35 سمين، يبقى هناخد 190 طوله 190 الشخص في 190 190 يبقى 1.9 1.9 لان بجيبه المتر في 1.9 زيها يعني وزنه البسط. انا ما فيش حاجه، اذا طالع فوق 40 لازم جراحه، ماليش حاجه. يبقى تمام، يبقى دي بقى ايه قاعده نحطها، حرك بسهوله جدا، اقل من كده يبقى بقى مش كويس. انا جالي عين في العياده مثلا 145 كيلو، تعمل في ايه ده؟ مهما عمل رجيم هينزل 20 كيلو هيبقى 125، رقم خطر جدا. دول بنوجههم للجراحه. في طبعا ناس بترفض يقول لك انا مبسوط كده خلاص انت حر، الدكتور ما بيلوش ايد العيال خالص. لا لا خالص يعني. انت بتبين لكن المخاطر، دي نصيحه بنصحها لكل واحد، التكميم او تغيير المسار والكلام ده عمليات لابد يكون هناك ضروره طبيه، ضروره اساسيه ولها مشاكل. ايوه لها مشاكل طبعا. العصب الخامس، علاج العصب الخامس ده. علاج العصب الخامس رزل شويه. هو العصب الخامس له ثلاث فروع، فرع على العين وفرع في النص وفرع على البق، ثلاث فروع من العصب الخامس، لسبب غير معلوم يتهيج فرع منهم فيعمل آلام مبرحة، يعني تبقى آلام في عيني لسبب مبرحة. غير معلوم، غير معلوم، ترجم النيورالجيا دي لسبب غير معلوم، وساعات تيجي على هنا يقوم يروح لدكتور السنان طبعا، ما هنا دي يوم يخلع له سنانه. كويس. لا بس الدكاتره ما بتعملش كده يعني، او هنا تشخص جيب انفي او على عين وهكذا. فهو اهم حاجه التشخيص، انه يكون عصب خامس ما يكونش حاجه ثانيه، يعني اهم حاجه فيه التشخيص، تشخيص بعد كده علاجه بيبقى موضوع عليه، يعني في ادويه له كتيره كده.